السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. أول خطوة هتعملها هتكون باستخدام الأربع حاجات دول. أول حاجة كيس بلاستيك زي ده هتجيبه وهتكرمشه وهتخليه بالشكل ده. تاني حاجة لون بني أو ممكن تشتغل بأي لون أنت عايزه. تالت ورابع حاجة غطا باستيلا وفرشة زي دول، وهتحط كمية بسيطة كده بالفرشة من اللون البني على الغطا. بعد كده هتاخد بالكيس من على الغطا وتشتغل على الحيط. الخطوه اللي بعد كده هتكون بالكرتونه وقلم سبوره. بالنسبه لقلم السبوره لما تيجي تشتريه من المكتبه قول له عايز قلم سبوره خطه عريض. وبالنسبه للكرتونه هنشوف الاول ازاي بنقصها كده وبعد كده نشتغل بيها. هتجيب حته كرتونه زي دي العرض بتاعها 30 سنتي والطول 20 سنتي. بعد كده هتحط نقطه في نص الضلع ده بالظبط ونقطه في نص الضلع ده بالظبط. بعد كده هتيجي من فوق كده وهتسيب علامة من على اليمين بعد 7 سنتي وهتسيب علامة من على الشمال بعد 7 سنتي. كده المسافة دي 7 سنتي والمسافة دي 7 سنتي. نفس النقطتين دول هنعملهم تحت. بعد كده هنوصل النقطة دي بالنقطتين دول والنقطة دي بالنقطتين دول. بعد كده هنقص الأربع مثلثات دول بالقطر. هو ده الشكل اللي هنشتغل بيه. بالنسبه للشغل بالكرتونه سهل جدا، هتحط الكرتونه كده في اي مكان في الجنب وهتعلم من حواليها، بس اهم حاجه كرتونه ما تكونش مايله منك شمال ولا يمين. عايز تبدا من فوق ابدا، عايز تبدا من تحت من على اليمين من على الشمال من اي مكان في الجنب براحتك خالص. بعد كده هتلزق الاستنباط في بعض لحد ما تخلص الجنب كله. الخطوه اللي بعد كده هتكون بالاسبري الاسود والكرتونه اللي كنا بنشتغل بيها ده في حاله ان حضرتك ما عندكش كمبروسر او ما بتعرفش تستخدمه. انما لو حضرتك عندك كمبروسر وبتعرف تستخدمه يبقى هتستخدم الكرتونه دي مع المسدس واللون الاسود. اللون الاسود ده بلاستيك مائي نص لامع. هتحط الكرتونه كده على كل شكل من الاشكال دي وهتعمل تظليل خفيف باللون الاسود في الجزء اللي تحت. الجزء اللي تحت اللي هو الضلع ده والضلع ده والضلع ده.
كده الفيديو خلص. ما تنساش لو عجبك تعمل لايك وشير وتتأكد ان انت مشترك في القناة. واشوفك الفيديو تاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.